تشجيعاً للطلبة الحافظين لكتاب الله، قامت السلطات المحلية بولاية طمنراست بتكريمهم عشية إحياء ليلة القدر. شعوري كان رائعاً وجيداً تجاه هذه المسابقة، كانت مسابقة تحسيسية ورائعة، وأشكر كل المشايخ الذين شاركوا في تكريمنا والذين سهروا على تعليمنا القرآن الكريم. أحمد الله وأشكره، وأشكر شيخي ووالدي على من ساهم في النجاح المسبور الذي نحن فيه. أتوجه بالشكر لكل من شارك يعني في هذا الحفل، وأشكر المشايخ الذين تعبوا معنا وساعدونا يعني في الحفظ. أحمد الله الذي أعانني على حفظ كتابي الكريم ووفقني لإكماله. رئيس المجلس العلمي أشاد بالمبادرة والتي اعتبرها محفزا للآخرين على حفظ كتاب الله. هي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم، ليلة التقى فيها العالمان، العالم العلوي والعالم السفلي، ليلة عظيمة وحق لنا أن نعظمها وأن نعظم ما أنزله الله فيها، ألا وهو تكريم حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. مدير الشؤون الدينية والأوقاف أكد بأن المسابقة أقيمت في ظل احترام البروتوكول الصحي الذي أوصت به اللجنة العلمية. نحن تمكنا من أننا نجري هذه المسابقة، قلت رغم هذه الظروف، ولكن لم تحل أننا نقيم هذه المسابقة في ظرف صحي وفق بروتوكول صحي. يقدر عدد طلبة القرآن الكريم ب 36,000 يدرسون ب 222 مدرسة قرآنية يؤطرها 114 أستاذ، يساعدهم في ذلك حوالي 200 إمام بولاية طمنراست.